الظروف الصعبة التي يعيشونها حالياً في ظل هذه السيول المائية الغزيرة التي للأسف لم تتحرك الحكومة من أجل توفير حلول عملية ومنطقية ومتاحة ومقبولة بشأنها. كل هذه المعاناة وثقها صحفي ينشر مقطعاً يتحدث فيه عن سيول الماء في قضاء الحمزة بالقادسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد حالياً بقضاء الحمزة الشرقي. لاحظت منظر غريب الصراحة، إنه أكو بزل بالقرب من الشارع العام. ما أعرف شنو الإجراء اللي مسوينه الصراحة، ما ديلهم ماطور من هذا البزل ومخلين المياه تتسرب للشارع العام بحيث الماء واصل للركاب. هو هذا حل الحكومة؟ هذا حل مديرية مجاري الحمزة؟ هاي قدرتكم فيضتوا الشارع؟ يعني هو هذا حل برأيكم أنتم؟ ماكو سيارات حوضية عندكم تسحب الماي؟ مو هذا الشارع العام انتلف، الناس داخل انذار، الشارع انقطاع، هذا شارع عام. شنو العقلية اللي عندكم هاي؟ شنو هالتفكير هذا الجبار اللي عندكم؟ هاي ابوي الفلوس غرقت، هاي الماي فاضي الشارع عليها زين. هسه ذولا غرقانين شردوا هذا، هسه خابروني هاي بنت اختي هنا، هسه خابرتني غرفها غطت ثلاجتها حالتها بيرسلها زين. ماكو سيارات حوضيه تسحب الماء؟ ماكو. هاي من هذا حلهم هيك يصير؟ صار اربع ايام هاي من يوم المطره والعجاجه لحد الان ماكو احد جايكم؟ ماكو. انا كنت هنا شردت انا وعيالي ومسيرين جايين نزور ونزورهم هم عابوا بيتهم وشردوا. زين هسه الماء قبال الحمزه، قبال مقام قبال الحمزه، لا سيارات حوضيه، لا انقاذ، لا لا بلديه، لا حكومه، ماكو احد، ماكو احد يتم منهم، ماكو. على الاقل يسحبوا الماء من هاي الناس.